واصلت القافلة الطبية التي نظمتها محافظة شمال سيناء عملها لليوم الثاني على التوالي في مدرسة أحمد عرابي في مدينة العريش، واستهدفت توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان. وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على نحو 3300 مواطن خلال أمس الاثنين في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان بخلاف التحاليل الطبية. هذا وستواصل القافلة التي تضم مختلف التخصصات الطبية عملها حتى يوم غد الأربعاء. تقدم لهم كشف طبي كامل، تحاليل، كل الاحتياجات اللي بيحتاجها المريض بتتنفذ على طول، وده طبعا بيساهم بحد كبير في التخفيف عن المستشفى. ويكفي ان احنا العمليات اللي بيتم اجراءها في المستشفى وصلت المستشفى الى زيرو عمليات، يعني تقريبا ما فيش قائمه انتظار موجوده عندنا. الخدمه اللي انا لقيتها النهارده وكل المواطنين لقوها خدمتهم ان هم ساعدونا من تحاليل وادويه كله بالمجان، ربنا يبارك لهم.